بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. عود طيب مبارك إلى كتاب الله العزيز عز وجل. أسنعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ بدر هنداوي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم
خلقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه يقرؤون كتابهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه يوم فمن أوتي كتابه بيمينه كتابهم ولا يظلمون
ومن كان في أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا وإن عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك
وغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق الباطل كان زهوقا وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان والإسلام، فقد عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ بدر الداود. وقد نقلت هذه التلاوة أيها السادة على إذاعة وإخراج تولان الحق سمير الليفي لجميع المعولات بمدينة منشأة رمضان. أيها السادة، شكر الله لكم وسعيكم جميعا.